أهلا بكم. هذا الفيديو مخصص للرد على سؤال واحد كما هي عادتنا الجديدة. سؤال فقط، نذهب للسؤال مباشرة. سؤال: أنا قدمت طلب لجوء منذ أيام قليلة، لكن قال لي أحدهم مستشهدا بحديثك أنه لم يعد ممكنا الحصول على اللجوء وبأحسن الأحوال حماية ثانوية، هل هذا صحيح؟ وهل من طريقة لضمان الحصول على لجوء من أجل لم الشمل وسائر الميزات؟ في الحقيقة أنا لم أقل أنه لا يمكن الحصول إلا على الحماية الثانوية، بل قلت أنه حاليا معظم من يقدم طلب من السوريين يحصل على الحماية فقط، والقليل من يحصل على حق اللجوء. وأقول دوما أن كل ملف يدرس لي وحده، يعني بعض الأحيان تتشابه الملفات لدرجة أن هناك أخوين قدما نفس الطلب وعانيا من نفس الظروف، فتم منح أحدهما حق اللجوء وحجب به عن الآخر، لأن ذلك يتعلق بتفاصيل الاستجواب ونوعية الأدلة المقدمة وقناعة الموظف، وطبعا بالإمكان الاعتراض على القرار وسلوك سبل الطعن المتوفرة. لكن عن الشق الثاني، كيف تضمن الحصول على لجوء يعني وبما أنك لم تقم بأي إجراء بعد، فأنا سأشرح لك بعض ما يساعد لكي لا أقول أن ذلك يضمن الحصول على حق اللجوء، لكن يعني يساعد أن تحصل على نتيجة جيدة. لكن لا أقول أن ذلك يضمن لك الحصول على حق اللجوء، لأن ذلك أولا وأخيرا يتعلق بمضمون حالتك الخاصة والأسباب التي دفعتك لتقديم اللجوء. لكن بشكل عام، بعد أن تأتيك رسالة بتحديد موعد الاستماع إليك أو الاستجواب، فيجب أن تكون يعني في حالة ذهنية ونفسية جيدة ومناسبة من حيث الراحة والتركيز. وانتبه أنه يحق للرجل أن يطلب أن يتم الاستماع إليه من رجل، والمترجم رجل، كذلك السيدة، والغاية من ذلك منح المزيد من الراحة، فربما تخجل من ذكر بعض التفاصيل أمام امرأة، فيمكنك أن تطلب ذلك بشكل مسبق. ويجب أن تقوم بإعداد تفاصيل قصتك وتكتبها على ورقة. طبعا لا أقول أن تكتب القصة على ورقة، فهذا سيؤدي للشك بالمصداقية. يجب أن تروي حكايتك والأسباب التي دفعتك للجوء بكل صدق وشفافية، لكن تكتب التفاصيل كالتواريخ وبعض الأسماء وغير ذلك، حتى لا تقع في حيرة إن تم سؤالك عن ذلك، حتى لا تقع في مغالطات، يعني تقول غادرت في شهر كذا ثم تذكر حادثة وقعت بعد ذلك، لأن من واجب المحقق أن يدقق في هذه التفاصيل. لذلك لا تقل أي تفصيل أو تاريخ غير متأكد منه، والأفضل أن تقول لا أذكر أو غير متأكد من أن تقوم برمي تواريخ وأحداث قد تعرض روايتك للتناقض. طبعا سيتم سماعك بلغتك الأم بوجود مترجم، حتى وإن كنت تجيد الإنجليزية مثلا، ويحق لك طلب استراحة إذا كانت الرواية مؤلمة أو شعرت بتعب أو تأثر أثناء ذلك. لا يمكن التكهن بكل الأسئلة التي ستوجه لك، لكن بطبيعة الحال السؤال الأساسي هو: ما الذي دفعك لمغادرة وطنك؟ ما الذي كنت تعانيه هناك؟ هل أقمت في منطقة أخرى بعد المغادرة؟ ولماذا غادرتها مجددا؟ ما الذي يمنع عودتك بسلام لوطنك؟ وما يشبه ذلك من أسئلة. ويمكنك طبعا يعني بل يجب عليك إثبات كل ما يمكن إثباته من هذه الإجابات، كصور مثلا، حتى لو في جوالك، كتقرير طبي عن تعرضك لإيذاء بدني، كتسجيلات صوتية فيها تهديدات أو غير ذلك. وأنا أنصح دوما بالصدق والدقة والموضوعية، لأن المبالغة غالبا ما يكون لها مفعول عكسي، أن الموظف مختص ومدرب وسيكتشف أنك تبالغ، لكن عندما تذكر له التفاصيل بالأسماء والتواريخ وبصدق وموضوعية، فهو سيكون أقرب لتصديقك وبالتالي لمنحك النتيجة التي تسعى لها. توخى أيضا الحديث بتسلسل زمني صحيح ومنطقي، لأن الموظف لا يعرفك وليس لديه خلفية عن حياتك، يعني معك فترة محدودة لتشرح له ذلك، فتوخى البساطة والوضوح. يعني بقينا سنة وستة أشهر، ثم ولد ابني فلان، ثم سرقت سيارتي بعد شهرين، غادرنا كذا. يعني بالعامية عندما نروي قصة نقول أحيانا فتك بالسيرة ونعود فلاش باك. لا تفوتوا بالسيرة، لا ترجع فلاش باك، يعني ركز بتسلسل الأحداث لتعطيه القصة بأقل قدر من الكلمات ليتمكن من الفهم بسرعة، وحتى لا تختلط عليه الأمور، لأنه سيتم تقييم مصداقيتك بناء على تكامل وترابط القصة وأيضا تطابقها مع رواية بقية أفراد الأسرة إن تم مثلا تقديم كعائلة. فتوخى الدقة والمصداقية، لأنه يعني كيف الموظف يتحقق من روايتك منك، من ترابط الأحداث ومطابقة بعض الوقائع لما يعرفه من غيرك، وكذلك إذا ذكرت له اسم مكان أو شخص معروف أثناء الحديث سيبحث عنه في جوجل ويدون ذلك فورا. بعد ذلك سيتم تفريغ أقوالك كلها على الورق وأرسال نسخة إليه، قم بترجمتها وتأكد أنها مطابقة لما قلته، وإن كان لك أي ملاحظات عليها، كأن تكون قد تم فهمك خطأ في فقرة ما أو بسبب سوء الترجمة، يمكنك إرسال هذه الملاحظات وطلب تعديلها، وتأكد أن كل ما تدلي به سيتم التعامل معه بسرية تامة. هذا باختصار ما قد يساعد على الحصول على أفضل نتيجة. نكتفي بهذا القدر، دمتم بخير. إيه نعم.
إيه نعم.